بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. نافخ الجير والأيام الكاشفة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 664 لقاء الاثنين من ملك وكتابة، يأتي في توقيت مهم جدا. مصر تحتفي بإنجازها الكبير جدا في تنظيم واحدة من أفضل وأروع بطولات كأس العالم لكرة اليد وسط حفاوة دولية كبيرة، لكن ماذا عن نفخ الكير؟ بسرعة كده عشان القضية الرئيسية بتاعتنا. عايزين نفرح شوية مع الهاندبول. الناس اللي تصورت ان الكدبة ممكن تعيش، الناس التي تصورت انها تنفخ في الجير فلا تلوث انفسها، تأتي الايام كاشفة. كل الناس اللي كانت بتتكلم وتسمم العلاقة بين الاهلي وجماهير المحافظات الاخرى اليوم تتحدث بلغة ترد بنفسها على نفسها والدور المشبوه اللي كان بيلعبه. ترد بنفسها والدور المشبوه، والمهندس عدلي داخل سخن لان الحلقه فعلا فيها كلام مهم جدا، كلام كاشف وكاسف للاسف.